صفات الأمن والأمان كما يكون ذلك في بيوت أبنائنا وبناتنا. وإن كان غير ذلك فنحن لن نصمت عن هذا الأمر وعن هذا الواقع الأليم. لن نتجرع مرارة هذا الواقع ولن نقبل به. نكون الآن مع كلمة أولى لعضو البلدية الأستاذ عبد القادر أبو شحادة، فليتفضل مشكورا. إنه إحنا مصدقينكم، وبرأيي إحنا كمجتمع مهم نقول لكل الأولاد والبنات بين إذا كانوا بالمدارس أو خارج المدارس، إحنا مصدقينكم. ويعني أضعف الإيمان إنه نكون حاسين بأمان لما بنبعث أولادنا مراكز جماهيرية بالشارع كل محل، ولما بيجي بيقولوا لنا إيش نصدقهم وندعمهم. والعيب مش على اللي بمر يعني أي نوع من اعتداء بين إذا كان كلامي جسدي جنسي، العيب على اللي بيعتدي. بس الصراحة يعني مهم نحكي على كل ملف التربية والتعليم، عشان الإحصائيات اللي بيّنت بالفترة الأخيرة يعني بقدرش أوصف لكم لوين إحنا وصلنا. بس بقدر أقول لكم إنه المدارس اليوم وصلت لوضع قريب جدا من ناحية الإنجازات التعليمية للوضع في الكرة الغير معترف فيها في النقب. سمعتوا أكيد على الكرة الغير معترف فيها بالنقب، فيش عندهم شوارع، فيش عندهم كهرباء، فيش عندهم ماء، ولازم يمشوا مرات 10 كيلومتر 15 كيلومتر عشان يوصلوا المدرسة. إيش إنجازاتهم التعليمية بهاي المناطق؟ هيك إحنا بيافا بالمدارس الحكومية. بعدين بيجوا يسألونا أنتوا ليش بتطلعوا على الشارع؟ يا جماعة إحنا بدنا المعلومات، إحنا قدرنا نوصل على المعلومات مش عن طريق البلدية، إلنا سنين من طالب من البلدية قولوا لنا إيش وضع المدارس، ولا حدا بده يحكي لنا. وانتوا بتعرفوا وانتوا بتعرفوش، وفي نوع من استخفاف يعني مرات منجيب مختصين بهذا المجال استخفوا فيهم، ولا حدا فينا بيفهم بس هم بيفهموا. طب احنا رحنا جبنا مختصين وجبنا لهم المعلومات، وده شارككم من المعلومات عشان انتوا تعرفوا كمان ايش بيصير بهاي المدينة. بديكم تعرفوا انه بمدينة تل أبيب يافا 40% من الملفات الجنائية اللي بتنفتح تمام عند اولاد من يافا، مع انه احنا 4% من السكان. هاي مسؤولية البلدية الأولاد هدول، بس يعني المعلومات العامة. كل المدارس بيافا، المدارس الحكومية والخاصة واللي بروح على المدارس اليهودية، الإنجازات بامتحان البقريت يا جماعة 54%. في عكا هقل ميزانيات تمام، وضع الناس أصعب من الوضع اللي عندنا، إنجازاتهم التعليمية أحسن، اللي دو الرملة كمان أحسن. تيجوا للبسيخومتري، الفجوة بيننا وبين الطلاب اليهود ب 200 علامة. طب يا جماعة يعني مستحيل تيجوا تقولوا لنا إنجازات إنجازات إنجازات. بيجوا للبسيخومتري أولادنا معدلهم 430، أولاد اليهود 610، في إشي غلط. وبترجعوا بتقولوا لهم كونوا صريحين معكم عشان بدنا نساعدكم، إحنا ناس مسؤولة بدنا لمصلحة هاي المدارس. لا حياة لمن تنادي. تعرف إيش بنطلب منهم إلنا سنين؟ شوفوا ما أبسط المعلومة، قديش عندنا أولاد متسربين من المدارس مش موجودين بولا إطار، عشان مهملنا هاي الأولاد. هاي الأولاد يعني تمشوا ساعة 10 الصبح 11 الصبح بدل ما يكونوا بالمدارس بيكونوا بالشوارع. تعرف ويش الأرقام الرسمية بتقول قديش أولاد زي هدول فيه؟ 10. يا جماعة صلوا على النبي، شو 10؟ ما إحنا بالشارع إحنا بنشوف كل الوقت في أولاد، مش معقولة 10. لا مبين 10 على فكرة، بالمعطيات مبين بكثير أكتر من 10، إحنا بنحكي عشرات إذا مش مئات. استهتار واستخفاف والتساعد والتعامل معنا وكأنهم نفهمش، وبس هم من بيفهموا جابنا لون إحنا موجودين اليوم. أنا يا جماعة بديش أعادي ولا حدا، وأنا مقدر الأساتذة المدارس وتحياتي لكل أستاذ وكل معلمة بمدارسنا. هدول الناس بتتعب عشان أولادنا، وأنا بديش أعادي ولا أحد من المدراء، هدول المدراء بيتعبوا عشان أولادنا. وإذا إحنا بدنا نلوم حدا عشان إحنا كمان مسؤول نكون مسؤولين برسائلنا السياسية، بنلوم البلدية عشان هي خلقت هاي الثقافة، عشان هي خلقت حالة رعب إنه المدراء مرات بيخافوا يحكوا. أنا بقدر أقول لكم كمان في عنا مش بدي أذكر أسماء ناس في يعني تشتغل بتخاف تحكي، بقول العبد إذا بنحكي بتعدينا بيعدونا، إذا بنحكي إيش بيصير عنا بيعدونا. فهاي ثقافة التخويف والترهيب هاي مرفوضة. يعني إحنا كمان يعني إيش بدنا؟ إيش إحنا طالبين؟ إحنا طالبين إنه يكون عنا مدارس زي الخلق ويكونوا صريحين معنا، وإذا في أي مشكلة بنشتغل وبنتغير وإحنا بنساعدهم كمان. بس منفعش يستخفوا فينا، ولابد إنه إحنا كأهل بلد نأخذ هذا الملف بجدية
وبحب اخبركم انه بالايام القريبه راح يكون كمان اجتماع عام وراح نعطيكم كل المعطيات عشان كل البلد تكون فاهمه ايش بيصير عندنا بالبلد. اعطيكم 100 الف عافيه. عده رسائل لعده جهات وعلى عده مستويات. اولا المؤسسه الرسميه اعمل حسابنا ادوارها المختلفه ووزاره التربيه والتعليم، يعني نحن ننظر للإخفاقات المستمرة الموجودة في التعامل مع ملف التربية والتعليم في مدينة يافا مش موضوع صدفة ولا موضوع عدم وجود إمكانيات أو ميزانيات، لا، الموضوع هو سياسة ممنهجة واضحة اسمها سياسة التجهيل. يراد لأبنائنا إنهم يكونوا جاهلين، يطلعوا من المدرسة الثانوية ما عندهم أدنى مقومات التعامل مع الحياة العملية في خارج المدرسة. هذه العملية مستمرة من عقود، وهذه العملية تمارس من خلال إرهاب على الطواقم التدريسية، إرهاب على الهيئات الإدارية لمدارسنا، ونحن لن نقبل باستمرار هذا الحال. نجاحهم التعليمي ولك مسؤولية مباشرة، بل أنت شريكة في هذه الإخفاقات المستمرة وهذه المحاولات والتصحيحات والتعديلات اللي يعني يعلن عنها يوم بعد يوم في الفترة الأخيرة. جاءت متأخرة ولا بد أن تكون جذرية وحقيقية وليس صورية. ثالثا رسالة إلى أهلنا وأبناء بلدنا، مصير أبنائنا في إيدينا، أبنائنا رأس مالنا. إذا ما اجتمعنا وما بذلنا الجهود وما تكاتفنا في التعامل مع هذا الخطر الداهم، صحيح منواجه عدة قضايا وعدة ملفات وخطر السكن والأزمة وما إلى ذلك، لكن هون الحرب على الإنسان، هون الحرب على العقول. إنسان لابد أنه هاي الوقفة يكون فيها مطالب، في منها رسالة توصل. مجرد خروجنا للشارع هي رسالة ومؤشر قوي للمؤسسة الرسمية، الجهات الحكومية، بلدية تل أبيب. ما دام أهالي مدينة يافا اتخذوا قرار في خطوة أولية للنزول للشارع احتجاجاً على تردي المنظومة التربوية والتعليمية، فلا بد أن تفهم هذه الإشارة على حقيقتها، إنه تحت هذا الرماد نار وبركان يوشك أن ينفجر، وعلى المؤسسة الرسمية أن تعي هذه الرسالة، وعلى بلدية تل أبيب أن تعي هذه الرسالة، وأن تعي أن أهالي مدينة يافا قد سئموا من سياسات تعاديهم. نحن نقول بكل وضوح المؤسسة الرسمية البلدية بلدية تل أبيب تتعامل معنا كأعداء، وإن حاولوا تجميل الواقع وإن حاولوا تلطيف عباراتهم وإن حاولوا تسويق الوهم لنا من خلال عملية تغيير وإصلاح وترتيب وإعادة هيكلة وتنظيم على جميع المستويات، من هون احنا جماعة جينا نقول بالوجوه الحاضرة هذه الشرارة لأحداث ستتبع في مدينة يافا إن لم تقم المؤسسة الإسرائيلية وبلدية تل أبيب بالعمل الجذري والحقيقي لإيجاد التغيير المطلوب. يا جماعة الخير، احنا في مدينة يافا وبالمدن الساحلية عموما على مستوى الداخل الفلسطيني ككل لنا خصوصية. احنا هون موضوعنا جهاز التربية والتعليم، نعم جئنا من اجل هذه القضية، لكن هذه القضية هي عنوان لقضايا كبيرة جدا. احنا بنعاني على مستوى ليس فقط التربية والتعليم، احنا بنعاني من سياسة التهميش والإفقار والترحيل الناعم ترانسفير
شكيت كما يطلقون علي، أنا أقول بالعبري ليسمعنا من لا يفهم اللغة العربية، وإن كنت أنا أجزم أن كلمتنا الآن تنقل مباشرة للجهات المعنية وتترجم لهم فورا. نحن نقول بالنيابة عن أهلف من انتيافة وعمقنا على مستوى الداخل الفلسطيني ومدينة اللد والرملة وعكا وحيفا والنقب الصامد وصولا إلى الجليل، نحن لن نقبل أن نكون الضحية أكثر. وأحبابنا في مدينة يافا، أولاء الأمور، الطلاب والطالبات، الآباء والأمهات، أبنائنا الطلاب والطالبات، أنتم نور عينينا. ليش؟ لأنه أنتم امتدادنا، أنتم مستقبل هذه القضية، أنتم مستقبل هذه الأرض، أرض الآباء والأجداد. كل هذا مربوط نعم في فلك التربية والتعليم، لكن هذا الفلك له إسقاطات وتداعيات، حوله دوائر كثيرة. فيا أهلنا، يا أولياء الأمور، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الطلاب، أيها الطالبات، لابد أن نعي هذه القضية، ولابد أن يكون صوتنا عاليا. إحنا ما بدنا نيجي نقول مش مهم لو صار هنا حدث أو صار هنا موضوع، القضية ماشية والحياة ماشية. لا يا جماعة الخير، نعم هي ماشية، لكن هي تسير بنا نحو الهاوية، تسير بنا نحو الدمار، تسير بنا نحو الهلاك. احنا مسؤوليتنا كأولياء أمور أن نسعى للحفاظ على سير وسيرورة العملية التربوية والتعليمية والأخلاقية. مسؤوليتنا أنه نحمي أبنائنا وبناتنا، أنه نحتضن أبنائنا وبناتنا. نعم نحن نواجه أصبع الاتهام بداية ونهاية إلى المؤسسة الرسمية التي تعادينا، إلى بلدية تل أبيب التي تحاول أن تستخف عقولنا، ونحن عقولنا بأمر الله وإن شاء الله هي أرجح وأرسخ من الجبال. نحن امتداد، ونحن سيرورة قضية ومنهج ورؤية. يا أهلنا، يا أحبابنا، يا طلابنا، يا طالبات الأعزاء، لابد أن احنا نسعى للتغيير، والتغيير لن يأتي بإيش؟ بالكلام فقط. لابد أن احنا نتكاتف وأن نتعاون وأن نرفع صوتنا عاليا. نحن نحترم مدراء المدارس ونحترم الهيئات التدريسية والتعليمية، ولكن لم ولن نسمح أن يكون، وهذا أمر نحن نستبعده، أن تكون المدرسة أو الطاقم التدريسي أو المعلم أو المعلمة سبب للإضرار في سير العملية التعليمية والتربوية، أو سبب للمساس بأحد أبنائنا وبناتنا. إحنا سد منيع، نحن سد منيع أمام كل من تسول نفسه كائنا من كان بالمساس بالمصلحة العامة والمساس بأبنائنا أو ببناتنا بأي شكل من الأشكال. ونحن نقول بكل وضوح، الهيئة الإسلامية المنتخبة من انتيافة والمؤسسات الفاعلة في هذه المدينة والأطر والنشطاء والفاعلين والأحرار، وهم كثر، كلهم يعتقدون بما أقول، وبالتالي نحن إن شاء الله على هذا الدرب ماضون لضمان أن تكون العملية التربوية والتعليمية عملية تسير في الاتجاه السليم، وأن لا يكون هناك أي مجال للمساس بأبنائنا أو ببناتنا. ونحن سنترجم خلال الأيام القريبة والمراحل القادمة إن شاء الله لهذه المعاني، ونحن لا نخاف إلا من الله، ولا نحن الجباه إلا لله. أيدينا ممدودة لكل مدراء المدارس، أيدينا ممدودة لكل طواقم التربية والتعليم، ولهم منا كل تقدير وتحية، ما داموا يسيرون في الطريق الذي يحقق المصلحة العامة هم بأغلبيتهم كذلك. العبرة ليست بالعدد، إنما العبرة بمن حضر وما يحمل من رسائل. والأحداث أثبتت أنه من خلال تفاعل أهلنا على مستوى مدينة يافا وعموم الداخل الفلسطيني أن الأمر لا يحتاج إلا أن تشعله شرارة، لأنه الوضع ماله أصلا مثخن تعبان، بده بس إيش؟ شغلة صغيرة تفجره. فلا تجروا الأمور والأحداث إلى حيث لا ندري إلى أين تنتهي. نحن نريد الخير لنا وللجميع. أكون مع الكلمة الأخيرة للأستاذة عبير شهاب الدين،
فلتتفضل مشكورا. جبين هنا تقريبا 100 نفر، هذا بقول اشياء كثيرة. انا بفكر 50، انا بفكر انه اجى الوقت يا جماعة انه احنا كتربية وتعليم، احنا بالمدارس، احنا موجودين بالشارع، احنا موجودين بكل المحلات، بكل الاطر، كمؤسسات وكافراد لازم احنا نشتغل بطريقة كتير واضحة، بطريقة كتير منسقة منظمة، اللي فيها احنا كلياتنا ناخذ بعين الاعتبار انه التربية طالعة منا احنا، والتعليم طالع من المؤسسات. فاذا كان طلبنا انه التربية تكون مش مفهومة ضمنا، واحنا بدنا نكون التربية لإلنا والتعليم للمدارس، فلازم نتعاون كلياتنا مع سوا. جماعة تواجدكم هنا وأنا شايفة في نساء مباركات موجودين، اللي أنا بشوفهم مش بالوقفة تبعت يوم الجمعة، وهي لا تقل أهمية. وقفة يوم الجمعة جماعة هي وقفة الأساس والبقاء ليافا، وإذا كان عدم البقاء والأساس بيافا اللي هو المسكن، فبفكر للتربية والتعليم كمان هي الدرجة الثانية من ناحية تربية وتعليم. أول إشي أحس أنا بالأمان، بعدين أبدأ أتعلم وأخذ مبادئي اللي بتيجي من أهلي اللي عملهم بربوا فيه، لطالما موجودة تحت سقف آمن، وهذا إحنا معدومينه، فيش عنا بيافة. النهضة الفكرية موجودة بيافة يا جماعة، بلاش نستهين بهاي الشغلة. عنا كتير متخرجين ومتخرجات، كل سنة إحنا بنشوف المتخرجين والمتخرجات عم بيكتروا عن السنين اللي فاتت. الحقيقة بنحييهم بكل الوسائل الإلكترونية وكل الوسائل التانية، ولكن بالميدان إحنا لازم نشوف بعض، إحنا لازم أكتر ناخذ يعني الثمرة اللي حصدها، مش لازم تروح لله، لازم تروح لهاي البلد، لأولاد هاي البلد. وما نقولش إنه إحنا تعلمنا وعملنا فيه خلصنا، لا، كلياتنا مسؤولين، وكل واحد مسؤول على بيته، وكل مرة مسؤولة على أولادها، وإحنا بالتالي كمان مسؤولين على المؤسسات اللي حوالينا. شكراً لكم.